البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. البنات هاد النهار جيت للمسكن، جيت عند حسن الحيحي داير بروموسيون. اش غادي نقول لكم؟ شي حاجه ديال الهبال. هانتوما البنات عامره الدنيا، ما كاينش فين غادي تخدموا، عامره الدنيا، كلشي عامر. هانتوما البنات هاد المولات هادو داير لهم جوجات ب60 درهم، ها هما زوينين ياك. هاد المولات جوج ب60 درهم، هاد الطويجنات ها هما ب60 درهم زوينين، ها هما شوفوا الشكل ديالهم كي دايرين، ها هما ياك 60 درهم. ها هو هاد البلاطو البنات حتى هو ب60 درهم، شفتوه 50 درهم هذا البنات، 50 درهم واعر. الا درتو له غير اليوم هاد العرض كاين اليوم، لا كاين هذا اليوم وغدا ان شاء الله، ماشي غير اليوم، اليوم وغدا. هذا خويا تا هو 60 درهم، 50 هذا 50. هانتوما شوفوا هذا الديسير واعر 50 درهم، غزال في الحقيقه، كانت تخفيضات واعرين. وكاينين شي طبيقات اللي ديتهم زوينين، او ما غير ما نقدرش نصور هنايا بزاف، كاينه شحال من حاجه، شحال من حاجه كاينه وعامره الدنيا تما، ما نقدرش نصوركم. عندي طبيقات غادي نديهم وغادي نكملكم التصوير في الدار ونوريكم شنو ديت البنات. البنات اللي بغات هاد البلاطويات هانتوما، ها هما راه غزالين غزالين. هاد البلاطويات فنين، الجديدات ديالهم ب50 درهم. غنوريكم واحد الشكل ديتو تا هو راه كاين عندي في الدار ب50 درهم واعر. المهم البنات، خويا التباصلة هادي شحال كيديرو؟ هادو اللي خدا خمسة كنعطيوه خمسة، هادو ستة، هادي 60 درهم، هادو 60 درهم. كاينين طباصلات، وهذا الطباصل الكبار هادو 50 درهم اليوم، 50 درهم اليوم دايرين ليهم، كانوا كيقولوا فيهم 70 درهم. المهم كاين بروموسيون واعر وراه داير لايف حسن. صافي البنات نمشي للدار ونكمل لكم داكشي اللي خديت ونشاركو معاكم ياك. يلاه البنات، هانتوما البنات شوفوا هذا ديال الديسير راه غزال غزال غزال، راه كبير، غير كيبان لكم دابا صغير هنايا، راه كبير عرفتي، زوين في الحقيقه والله الا زوين. كلشي كلشي سلعه اليوم داير لها 50 درهم، شي حاجه اللي غزاله. وواحد الطبيقات غير جمعتهم انا في البلاستيك، ما يمكنش نحلهم مازال حيت عامره الدنيا عنده، ما يمكنش تصوري والناس ما كيبغيوش اللي يصور، عرفتو كان كيفاش داير هذا الشيء. عامره الدنيا انا عجبوني هاد الطواجن هادو في الحقيقه، كيحمقوا راه غير كيبانوا صغيورين ولكن راهم كبار البنات. هانتوما شفتو كبارين زوينه لاله، دير لي 50 درهم، 50 درهم دير لهم تعادي 50 درهم. ها هي غزاله 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 ديال الديسير حقيقه زوينه، اه والله ما غاديش نلقيها في موضع اخرى ب 50 درهم. هادو 60 درهم، هاد المولات بجوج 60 درهم ديال الفران. انا ديجا كانوا عندي واخدهم حتى انا ولكن واخدهم بثمن غلا من هذا. صافي البنات يلاه غادي نخليكم حتى نمشي للدار ونصور لكم هذيك السلعه اللي ديت. البنات بزاف ديال الناس ما غاديش يعرفوني، وكاين اللي غيعرفني، انا بنت منى فلوغ. انا ما صورتش لكم هي تكمله ديال الفيديو حيت هي عيانه واحد شويه، داكشي علاش قررت كاول مره انا غادي ندوي وغادي ندير فيديو بلاصتها. كما عرفتوا كنا عند حسن الحيحي، ما كاينش شي واحد ما كيعرفوش في الدشيرين زكان، هو معروف عنده الماء لي زاكسيسوار، عنده بزاف ديال الحوت تبارك الله، معروف معروف كي قالت ماما دابا في بزاف ديال البلايص، وكاع الناس كيعرفوه. واكثر حاجه مزيانه عند حسن ولا مكلينا نقول لكم توب واعره بزاف، هي انه في لي لايف ديالو في فيسبوك كيكون داير في اللايف كيكون داير دي برومو، يعني بحال اليوم كنا عنده في المحل وكان داير البرومو لهذا. ها هو انا نوريه لكم دابا، هذا واعر، هذا شنو سميتها ماما؟ الصينية ياك، هاد الصينية واعرين، شوفوا كي دايرين من هنا، تقدر دي فيهم القهوة، أتاي، بزاف ديال الحوايج. وهادو دار ليهم برومو، هادو كانوا بسون ديغام، ديك سون ديغام بقى داك النهار دار برومو نزل، وشحال كانوا؟ 60 60 درهم. هاهما شوفوا كي دايرين غزالين، هاهما باش تشوفوهم مزيان، هاهما طبيقات ولا يمكن لك تقول تيافر صغار كيديروهم الناس في باغ اكزومبل العراسات، كدار فيهم الحنه التمر، ولا كدار فيهم الحلوه، كيديروا فيهم الحلوه، كيدار فيهم بزاف ديال الحوايج. ها كيديروا فيهم الحلوه، ديري فيهم، وهذا حتى هذا حمقني، هذا واعر،
هذا باغ اكزومبل كيديروا فيه دوك لي بول دو نياج ولا ديك حلوه ديال الكوك وزوين داير بحال هكا كتقدري تستعمليه في بزاف ديال الحوايج من غير انه الديسير حتى هو كتقدري ديريه فيه وهذا حتى هو البنات هذا هو كاينين فيه بزاف ما تقدريش تقدري تاخدي بزاف باش تقدري تكون عندك كامل يعني بحال قلتي ثلاثه ان سيرفيس تقدري تحطيه في الطبله هذا كاين هذا ها هو هكا غزال تقدري تسربي فيه باغ اكزومبل بحال الدجاج محمر بحال شي حاجه بحال هكا من بلاص من الحوايج التقليديين كل مره حتى هو تقليدي ولكن كما كنشوفوا انه لي برومو اللي كيدير السي الحيحي ما كاينش بحالهم انه كل مره في لايف كل نهار في فيسبوك عنده جديد عنده دي برومو جداد عنده ديما مفاجات جداد للناس ديالو بحال اليوم في المحل دار جيفوي للناس ديالو كاع اللي خدم عنده شي حاجه عطاهم ان كادو في دي باكي ما شفناش شنو هو تقدروا تدخلوا عنده غنخلي لكم فيسبوك ديالو في البواط ديسكريبسيون سمحوا لي نسيتها واش تقدروا تشوفوا دخلوا عنده تشوفوا عنده بزاف ديال الحوايج غزال بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو عنده هذا الشيء هما اللي جبنا دابا غادي نوريكم شنو هما هذوك الكيسان ديال اسواق السلام هادو خديناهم في البروموسيون ديال اسواق السلام الناس ديال اكادير راه غيكونوا شافوهم ولا مهم انا غنوريهم لكم ها هما هاد البرومو ديال هادو راه كاينين دابا كاين يعني انه حتى اللي بغى ياخذهم ولا اللي بغى يمشي ياخذهم في هاد الايام يقدر يلقاهم وحتى بالنسبه لهذا عند السي الحيحي راك غتلقاوه علاش حيت داير البرومو اليوم وغدا حيت كيديروا التواجن حتى هما التواجن كاينين حيت هو كيدير لي برومو وهادو غتلقاهم تما هادو اللي بغى يسولني على الثمن ديال كل حاجه يكتب لي في الكومونتير وانا غنجاوبو بحال هادي 60 درهم هادي 60 درهم هادو بجوج 60 درهم هاد الكيسان انا غادي نحطهم لكم في هاد البلاطو اللي جبنا اليوم وغادي نوريكم كيفاش دايرين عشي فريمون انه واعرين وبالنسبه للناس اللي بغاو راه باقي البروموسيون فيهم في اسواق السلام حد الان وبالنسبه للبروموسيون ديال الحيحي راه باقيين انا نوريكم ها غزالين في البلاطو يا تقدر دير فيهم اتاي تقدر دير فيهم القهوه يعني اي حاجه وديزاسيات شي حاجه بحال هكا المهم غزالين انا غنوريكم واحد ديال هو كيداروا فيه لي كيك واعر بزاف حتى هو في اسواق السلام خمو يا ماما هاد الكيسان تا هما في اسواق السلام ب 80 درهم دايرين فيهم بروموسيون ياك 12 واحد 80 درهم وباقي في البروموسيون لدابا ودابا كاينه هادي انا نوريها لكم باش نخرجها هذا ها هو هذا الغطاء ديالها ديال الدجاج ماشي ديال البلاستيك الدجاج فيها التحت ديالها 79 درهم يعني تحطي فيها كيك دي تارت بزاف ديال الحوايج 130 درهم شحال كانوا كيديروا 130 ها هما 79 درهم انا غنقاد لكم الطبله باش تشوفوا كل شيء تشوفوا كاع هاد الحوايج هادو اللي جبنا اليوم حيت فريمون الواحد فاش كيخرج يتقدى كيبقى يتقدى بزاف ما كناش معولين انه غنتقداو شي حاجه حتى مشينا شفنا لي برومو عند الحيحي ولي برومو اللي لاحوا اسواق السلام كما شفتوا كاينه ها كاينه مره اخرى الصينيه اللي تقدروا ديروا فيها اتاي الحليب القهوه اي حاجه بغيتوها 60 درهم عند الحيحي ننصحكم البنات تمشيو مع حد ما كاين البرومو لدابا 50 درهم سي تسمحوا لي 50 درهم الا بغيتوها تمشيو عنده راه كاين في انزكان الباب رقم 4 وسوق 3 يعني اللي بغى يمشي ياخذ ننصحكم ما حد كاين مازال البرومو كما شفتوا هاد الكيسان ها هما ها راه باقيين في الكارتون ديالهم جداد 80 89 هادي 79 سمحوا لي ماما غلطات المهم نتوما كتبوا لي في كومونتير وانا غادي نقول لكم كل حاجه والثمن ديالها هادي 79 هادو 89 وكي شفتوا ها هي السنيه اللي قلت لكم 50 هادو يمكن لك تقولي طبيقات ولا طيافر ها باش ما يقولوش ما وريتكمش مزيان واعرين
كيحمقوا اغلبيه. الا مشيتو عند الحيحي ها انت الا مشيتو عند الحيحي غتلقاوهم ب 60 درهم، ولكن الا مشيتو الا جاو الا ما جاوش تقدروا ما تلقاوهمش، ما عرفتش حيت اخر حيت الاخرين اللي بقاو خديناهم. شنو اللي باقي في الطاجين؟ باقين هادو، باقين هادو، هادو عرفتو ديال لي ديسير ولا ديال الحلوه تقدري تستغليها في اي حاجه. وهذا بالنسبه لدو بيرسون والبلاطويات. انا ننصحكم البنات ما حد باقي البروموسيون ديالو كيستمر لمده يومين، مثلا اليوم داروا اليوم وغيبقى الغدا، دابا كاين في هذا وفي هذا. وهادو البنات كما قلت لكم هو دار، هو دار لهم بروموسيون كان كيبيعهم ب 100 درهم، دار لهم داك نهار برومو في لايف فيسبوك مشاو ب 60 درهم. يعني الا مشيتو تاخذوهم عند شي واحد اخر بلا بروموسيون راه تاخذوهم ب 100 درهم. انا سولت عند واحد لقيتهم ب 100 درهم، يعني الثمن ديالهم غازونا بالكاع الناس هو 100 درهم وصغار. ولكن هادو عند الحيحي كيديروا 60 درهم كما شفتوا. هادو هما المشتريات ديالنا ديال اليوم، وكما شفتوا معنا كي داير الوقت في ان كان يعني الوقت عامره. وبالنسبه حيت لي بروموسيون ديالو ما كيتفوتوش، الهمازي ديالو واعرين، اي واحد يقدر يستافد منهم وبدي بري ريزونابل، اي واحد يقدر ياخذ من عنده اي حاجه كيف ما بغات تكون. يعني واخا ما يكونش عندك وتقول ما عنديش غادي تاخذ، حيت باغ اكزومبل غير هذه 50 درهم راه كتلقاها في بلايص اخرين بزباله الفلوس. هذه مهم نخليكم ما تنساوش الاشتراك، لايك وبارطاج لصحابكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. وباي باي، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.